ربنا قال في القرآن ايه؟ اذ يقول لصاحبه لا تحزن. يا رب اذا كان الموقف ده اخطر لحظة مرت في السيرة النبوية كلها لا احزن، امال احزن امتى بقى؟ اذا كان اللحظة دي ربنا بيقول لي ما تزعلش، امال ازعل امتى بقى؟ ام موسى رمت ابنها، الموج خده في البحر، فرعون التقطه، وربنا بيقول لها ولا تخافي ولا تحزني، امال ازعل امتى بقى؟ لما ده ما يزعلنيش. سيدة مريم وهتتهم في شرفها وفي عرضها، وبنت صغيرة وبتولد سيدنا عيسى وهي في حالة انهيار نفسي ومش عارفة تعمل ايه، ومسنودة على جذع شجرة ميت، الراس بتاعته وقعت، وفي صحراء ويناديها ابنها من تحتها ألا تحزني، وما لحزن امتى؟ لما الضغوط النفسية الرهيبة دي مطلوب ان انا ما ازعلش فيها، لما المواقف المهولة دي، لما ابني بقى في ايد فرعون، لما لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، لما انا هبقى متهمة في شرفي من المجتمع والمجتمع هيبصلي ويتهمني بالزنا، ألا لما كل ده ربنا بيقول للملتزمين والملتزمات ما تزعلوش، ربنا بيقول للي مع ربنا ما تزعلوش، اوعوا تحزنوا ليه؟ لان الله معنا، ربنا معنا يا اخوانا. كنت لسه بقول لبعض اخواني من شويه، انا لو بصيت للارض هموت من السواد بتاع الصوره، لو بصيت للسماء هضحك من اعماق قلبي، ان الله الرحمن الرحيم لا يمكن هيسيبنا ولا يمكن هيتخلى عنا، ويقينا الفرج جاي. يا جماعة احنا فرحتنا بفرج ربنا اللي لسه ما شفناهوش اكتر من فرحتنا بالنعم اللي احنا بنتقلب بيها في الدنيا. النعم اللي مسكنا في ايدينا ده ايه؟ فرحتك بفرج الله اللي انت لسه ما شفتهوش لانك واثقة في الله. طب اجيب منين معاني الا تحزني؟ معاني لا تحزن، معاني ولا تحزني، اجيب منين المعاني ديت؟ اجيبها منين؟ تجيبيها من الاتصال بالله. تجيبوها يا جماعة من حضور درس اسبوعي في المسجد يتشحن قلبكوا فيه. شباب محتاج انه يحس بمعنى يتصل بالله. تجيبوها من جلسة ذكر يومية في جلسة الضحى او من المغرب للعشاء. تجيبيها في ركعتين تقومي الوقت تتوضي وتصلي وتقولي يا رب. ما جربتهاش قبل كده؟